لما بدأت اللعبة دي أنا بدأتها تحدي، والتحدي ده جاء أنا كنت في حمام السباحة بعوم، أنا عضو في النادي أصلا، أبا عن جدا، فيعني عضوية النادي موجودة، فجاي بلعب في الصيف عادي جدا. فأحد الأوقات لقيت واحد بيقول لي تعالى أنت بتلعب إيه؟ قلت له بلعب كل حاجة. فقال لي طب في لعبة اسمها الهاندبول أنت تعرف تسمع عنها؟ قلت له من عمي فلان الفلاني. بالمصادفة طلع تلميذ والدي. فقال لي أنت بس ما تعرفش تلعب لعبتنا دي. قلت له إيه لعبتكم دي؟ لا هعرف العبها، انا اعرف العب اي حاجه. الطفوله بقى وانا متربي على ان انا بعاند ولا هاصر ان انا اعمل ده فلازم اعمله. وبدا التحدي من هنا. سبت كل حاجه في حياتي بالرغم ان انا كنت يمكن ماشي في الفروسيه بشكل افضل بكتير جدا، كنت داخل على ايفنتات، لكن تركته من لاجل عيون الهاندبول. بس الحقيقه الهاندبول عذبتني يعني. فكنت اتمرن 4 مرات. عايز اقول لحضرتك يعني 4 مرات في السنتين الاولانيين في عمري كنت اجي التمرين كل اللي بعمله ان انا امسك كوره، وكان الملعب بتاع الهاندبول اللي هو مكان صاله الشهداء، وكان فيه حيطه. كل اللي كنت بعمله ان انا بمسك الكوره كل تمرينه وافضل اشوط على الكوره، يتمرنوا ساعتين انا بشوط على الحيطه وامسك الكوره، اشوط على الحيطه وامسك الكوره. لما كنت رايح اروح اقول للمدرب انا خلصت، يقول لي طب اعمل دريبل لغايه اخر الملعب وارجع تاني 10 مرات. سنتين انا بشتغل كده ومصر ان انا هبقى في اللعبه دي، وشايف زمايلي بيلعبوا جوه الملعب بيتمرنوا تدريب غير اللي انا بعمله. ما فقدتش ثقتي في نفسي، اصراري كان في نفسي عالي جدا، لان انا اتعودت من صغري ان انا اخش اللعبه اتعلمها، لان انا بلعب رياضه للرياضه. فدي يمكن كانت البدايه بالنسبه لي يعني. الحقيقه اللي كان ليه فضل في تصعيدي لفريق الدرجه الاولى الدكتور طلعت شتا، وكنت ساعتها طالب في كليه التربيه الرياضيه، وجابني من على محطه الاتوبيس قال لي انت ما بتجيش تمرين ليه؟ قلت له فرقتنا خلصت. فقال لي لا انت هتمرن مع الدرجه الاولى. الوقت ده انا كان عمري 17 سنه. طبعا عشان اتمرن مع الدرجه الاولى دي كانت حاجه بالنسبه لي يعني، هتمرن مع الدكتور طلعت شتا والدكتور حسن مصطفى، كابتن مصطفى فاضل، كابتن عبد الرحيم الايوبي رحمه الله عليه، كابتن مسعد عباس رحمه الله عليه، كابتن خليل زكي، يا خبر ابيض، ده انا كنت بحصل بس اقعد اتفرج عليهم، دي متعه بالنسبه لي. شاء يعني السميع العليم، والحمد لله طبعا انا حسيت ان الفرصه دي جات لي، وانا عارف قدر اللي انا هشارك فيه، احترمت القدر دوت، قلت اتس اوكي، حتى لو انا مجرد ان انا قاعد على البنش انا بالنسبه لي ما عنديش مشكله. المهم ان انا انتميت الى فريق الدرجه الاولى وانا في السن الصغير ده كان بالنسبه لي حاجه كبيره جدا. الحقيقه الكابتن جمال شمس احنا جيران اصلا، احنا اتنين ساكنين في جاردن سيتي مع بعض، ما كناش مع بعض في المدرسه الابتدائي ولا الاعدادي ولا الثانوي، لكن كانت بتربطنا صله علاقه. انت عارفه الناس زمان كانت العلاقات، وخاصه ان احنا اتنين اعضاء في النادي. لما جمال بدا يلعب الهاندبول الحقيقه بقى الارتباط اقوى واكتر والصداقه اعلى. سياده اللواء ابراهيم سيد، كابتن عادل خوجه، والكابتن علي خوجه كان اصلا في اسكندريه لكن لما انتقل الى الثانويه الرياضيه مدرسه ثانوي، وكنا زملاء فيها احنا الاثنين، احنا الاثنين الدفعه الثانيه في الثانويه الرياضيه، فكان لازم يجي هنا، فانتقل الى النادي الاهلي وبدات علاقه قويه جدا لدرجه ان الى يومنا هذه العلاقه مستمره. كابتن ابراهيم سيد او سياده اللواء ابراهيم سيد، وده صديق عمر، ياما قتلنا مع بعض احنا الاثنين، وبرضه بدات العلاقه من النادي، والى يومنا هذا احنا اصدقاء وزملاء كمان في لجنه انتقاء النواهب في النادي الاهلي. وطبعا الاهم الصديق الاعز بالنسبه لي الموجود كابتن محمد الالفي، وده بعتبره صديق عمر.
من اكتر الناس اللي تعاملت معاهم وكان في يعني ترابط اسري كمان.